قلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. مقدمة فيما تعرف العبد. نعم مقدمة تعرف العبد بما خلق الله بما خلق له وبما هو صائر إليه وبما أخذ الله عليه الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه في آخره. نعم اعلم بأن الله اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق، اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق لم يترك الخلق لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. وبعد ذاك رسل لا. وبعد هذا رسله نعم وبعد هذا رسله قد رسله رسله قد أرسل بالبي لهم بالبين لهم وبالحق لهم وبالحق الكتاب أنزل نعم. لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث نعم وذلك الوارث عقب الدار. ومن بهم وبالكتاب كذب وجانب الإعراض ولازم عنه ولازم الإعراض عنه والإباء، فذلك فذاك ناقض فذاك فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. إلى هنا بركة ما شاء الله وقوة الله بالله ما شاء الله. تستمر على هذا لكن تكثر من التكرار أخي محمد إن شاء الله. نعم إذا خرجت من هنا قبل الصلاة بين أذان وإقامة أنت يسر لك عند النوم حتى يعني يكون مثل الحفظ خلاص سائغ تستحضره بأي لحظة من اللحظات. بمجرد الإنسان يعني يتعدى للعقبة الأولى تيسر باقي العقبات إن شاء الله. نعم تفضل أخي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة أبدأ بسم الله مستعينا راضٍ به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل. نعم. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي ومع اعتمادي معتمدا على العزيز على القدير الباقي، اعلم بأن الله مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبما أخذ الله عليه الميثاق وبما أوجب عليه وبما هو صائر إليه. أعلم أن الله جل وعلا لم يطرق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإخلاص وبالإلهية يفردوه. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. نعم. وبعد ذلك أرسل لا رب بحق غيره وبعد هذا رسله وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزله. نعم. لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. نعم. كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن يصدقهم بلا شقاق ف ف
فمن يشققهم بلا شقاق فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذلك وذاك ناج وذاك ناج من خزي من عذاب النار وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث وذلك الوارث عقب الدار عقب الدار ما شاء الله ما شاء الله بركة بركة ما شاء الله ما شاء الله. سمعتوا الشيخ سعيد شعلان؟ أنا ما سمع يعني شفت المقطع بس ما سمعتوش يعني. إيه والله طيب تسمعون ترى طيب. سمعت منه شوي يعني بسمع تسمع وتعطي رأي من هو؟ والله مش عارف اسمه أنا الله يستر ده ما هو لي بس لي ببالي لا صعب شوي أيوة والله اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه أخرج فيما قد مضى من ظهري هذا صوت واحد عليكم السلام ورحمة الله واحد من زملائنا عند الشيخ زي صوته هذا اي هذا عند الشيخ هيثم سرحان شيخ من؟ هيثم سرحان هو يقرا عند الشيخ هيثم سرحان لما شرح منظومه اي فانا ما اعرف اسمه حقيقه اي مو السلام عليكم ورحمه الله حياكم الله اخوان معك تسميه؟ سم معك تسميه؟ جاهز ولا شوي؟ ان شاء الله تفضل من البدايه للنهايه لا من البداية اللي وقفت عليه أيه. اللي وقفت عليه أنت يعني حفظك الأخوان يتفاوتون تعرف أنت بعضهم على 5 بيات بعضهم 4 بيات بعضهم 10 بيات هذه تقدر بسم الله أبدأ بسم الله المستعين أعوذ به مدبرا معينا والحمد لله والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا ومن مساوي وأستمد لطفه على ما قضى فيما قضى شكرا وبعده أني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق معلوم سوى الرحمن من جل عن عيب مع النقصان وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب دوما سرمدا الأفضل والآل والصحب دوما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول من أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤلي الممتثلي أبدأ ذكر أبدأ فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير البار ما شاء الله قوة الله ما شاء الله يبقى بس تكرار عاد أيه. تكرار كثير يعني باليوم تكررها ما علمت فيه تسمية لا يوم سمعت تسجيل الله يكتب وجهك أحسنت الله يكتب وجهك ما شاء الله الله يزيدك ما شاء الله جاهز تفضل بسمع شيخ من 1-6 الله قال رحمه الله المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان ما شاء الله فقط الله يبارك يثبت دكتور جاهز ولا شوي؟ شوي طيب شيخنا نسمع الأستاذ يلا ما شاء الله فيه تنافس أنا لاحظ فيه تنافس إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله أبدأ بسم الله مستعينا راضا به
مدبرا. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا معينا. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. ما شاء الله قتل بالله، ما شاء الله، الله يثبت يبارك. الحمد لله. طيب لاحظوا المقدمة يقول والحمد لله كما هدانا، هذه كما يعني تفيد التشبيه. الآن بعض الناس يقول إذا تكلم يقول نحن كمسلمين يجب علينا أن نتعامل بالمحبة والمودة فيما بيننا وأن نبتعد عن الحسد والبغضاء، ليس كذلك؟ كمسلمين. فيبادر بعض الناس ينكر عليه، يقول لماذا يقول كمسلمين، نحن مسلمون، المفروض يقول نحن المسلمين يجب علينا، لماذا يقول نحن كمسلمين؟ طيب ما رأيكم بهذا الكلام؟ شوف هنا بمعنى نحن هي بمعنى العلة لأن مسلمين، يعني الآن والحمد لله كما هدانا لأن الله هدانا نحمده. طيب أيضا قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم أنك حميد مجيد، ليس كذلك؟ بما أنك صليت على إبراهيم فكذلك أيضا صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ أو كمان كان السبب في هدايتنا، يعني تعليلية تعليلية كما ذكر البقيم رحمه الله في جلال أفهام رحمه الله، ذكر نعم كلاما طويلا حول الصلاة الإبراهيمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كما هنا تعليلية وليس تشبيهية. مثلا أقول أنا كما أني زرتك يا أخي زرني، طيب يعني بما أني أنا زرتك فأنت تزورني. شيخ نفس الشيء في الآية كما أرسلنا فيكم رسولا في البقرة، نعم مثل ما أرسلنا إليكم، نعم مثل ما أرسلنا للعلة، نعم للعلة. وذلك يقول المؤلف والحمد لله كما هدانا، يعني نحمد الله عز وجل بما أنه هدانا لأنه هدانا. نعم الله ينفع بكم جميعا يا أخوان. يا أخوان اسألوا الله عز وجل علما نافعا كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا في الوجه وعملا متقبلا ورزقا طيبا، واستعيذوا بالله من علم لا ينفع، واستعيذوا بالله من علم لا ينفع. نعم لأن العلم الذي لا ينفع يكون وبالا على صاحبه في الدنيا والآخرة. يقول لي أحدهم بالأمس عندما كنت يعني عنده استفتاءات كثيرة أسئلة كثيرة، فقال إن بعض الصالحين يشار لهم بالبنان، يعني عند الناس يشار لهم بالبنان بأنهم من أهل الصالح، يقول لا يصبرون يعني إلا وقد رفعوا على صوت الموسيقى وخرجوا للبر والموسيقى الصاخبة للنساء الغانيات، نسأل الله العافية والسلامة، المغنيات، وبعضهم يشار لهم أنهم من حفظة كتاب الله، نسأل الله العافية والسلامة. ما فائدة العلم إذا كان الإنسان ولم يقل بهذا أحد من على حد علمي، لم يقل به أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين أن النساء يجوز الاستماع لهن إذا كن يغنين، لم يقل به أحد هذا القول. ربما قال بعضهم أن الرجال ربما يحدون الحداء المعروف وينشدون الأناشيد كما قال عليه الصلاة والسلام رفقا بالنساء يا نعم رفقا بالقوارير يا أنجشة كما قال عليه الصلاة والسلام، وكذلك عامر بن الأكوع عم سلمة بن الأكوع طيب كان له صوت جميل، ولكن مع ذلك لم يكونوا يستخدموا آلة الموسيقى. أما المغنيات والفاسقات ومن جهرن بالفسوق والمجون ويستمع إليهن أهل الصلاح، والله هذا من المصائب، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله الثبات، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ولكم علم النافع والصالح. كم بقى لدان يا أبا إبراهيم عبد الرحمن؟ ما شاء الله 10 دقائق بركة. في أحد ما سمى غير فهد؟
مسمعين؟ سمعين و... واسبوع هذا؟ لا ما شاء الله ثلاثة؟ من أنت قبل أنت ولا ثلاثة؟ ثلاثة. طيب ثلاثة تفضل. أحمده سبحانه وأشكره. أدعو بالرحمة الله. رحمه الله. قال رحمه الله. قال رحمه الله. أحمده سبحانه وأشكره ومن يساوي عمل أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعده؟ وبعده أني باليقين أشهد. أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد. أحسن. من أول حضرات عندك ولا من حضرات؟ الأول بسم الله. أبدأ بسم الله. أبدأ بسم الله مستعين. راض به. راض به مدبرا. مدبرا معينا. نعم. والحمد لله. والحمد لله كما هدانا على سبيل. إلى سبيل الحق. إلى الحق واجتبانا. نعم. كم أحمده. أحمده سبحانه وأستغفره. وأشكره. وأشكره. ومن يساوي عملي أستغفره. نعم. وأستعينه على نيل الرضا. وأستمد لطفه فيما قضى. ما شاء الله. وبعده. وبعده إني باليقين أشهد. وبعده إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد. بارك الله فيك ما شاء الله. أنا أوصيكم يا إخواني ونفسي بالتكرار. كان أحد السلف يكرر حديثا يكرر حديثا فأطلت عليه عجوز جارة له قالت يا هذا كانت عند غنمها قال نعم قالت والله يا أزعجتنا بهذا الحديث قال ولما قالت والله حفظناه قال ما شاء الله حفظتيه أسمعين إياه فأسمعته إياه قال حسنا لأن أزعجك مرة أخرى فسكت وبعد أسبوع يا أمة الله قالت نعم قال ما الحديث الذي حدثتك به قبل أسبوع كنت قد حفظتيه قالت لا أذكره قال ولذلك أكرر ولذلك فرجع إلى التكرار مرة أخرى تفضل خير ترتيب أقرب من ترتيب لا بس بسم الله الرحمن الرحيم يقول الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا وأحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. ما شاء الله بارك ستة أبيات ما شاء الله ما شاء الله. دكتور كان عندك شيء؟ تفضل. قال رحمه الله حافظ الحكم أبدأ بسم الله مستعينا أراد به أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوئ عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما بقى فيما قضى. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. إذا انكسر الحاجز دكتور خلاص تقدم فيه. تذكرون أيمن كان في شركة كهرباء ما أدري ما زال موجود ولا لا؟ والله مهندس. شفته ماشي شفته قريب ماشي من فترة قريبة شفته يمشي. إيه أظن يعني يشتغل فترة وبعدين يعطونه يعني يذهب إجازة إلى مصر حفظه كاملا لكن لا أدري هل يراجع الآن ولا علمي وكم سنة ما شفته أنا لكن يقول لي حفظته كاملا قبل قديم يعني. الله ينفع بالجميع. في عنده إشكال طيب ولا أبيات تفضل خذها. لا ما في إشكال بس عندي ودي إن شاء الله الأجرومية اقتراح يعني والأمر لكن اقتراح ودي يكون دورة يجعل بدورة بحيث ترتبط الدروس ببعض يصير فيه إنجاز. طيب إن شاء الله. طيب ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للاحاديث المهدي يعني هل ممكن ناخذ منها حديث مثلا اللي هي صحيحه ناخذ كيف يعني
يعني حضرتك تعطينا منها مثلا الاحاديث الصحيحه في يعني في المهدي وعلاماته او تحدثنا عنها. ما مرت معنا هي قبل؟ لا لا الحديث سراج المنير مرت معنا حديث المهدي ولا حديث مر معنا؟ ها؟ لعلها اظنها تاتي لابد انا مرت عليه كثيرا بالجامع الصغير وزياده السيوطي لكن لا بس عموما فيه كتب مؤلفه والحديث في المهدي صحيحه قليله ليست بالكثيره. طيب و فيها الحديث الصحيحة لا شك وتسميته فيها خلاف منهم من صح ومنهم من ضعيف يقول يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي محمد بن عبد الله وبعضهم يقول أصلا لا يشترط أن يكون محمد ربما يكون أحمد بن عبد الرحمن من كلها يعني تعبيد لله عز وجل. وأختلف هل هو من نشاط الساعة الصغرى والكبرى رضي الله عنه والصحيح أنه من نشاط الصغرى والصغرى والكبرى يكون بينها تداخل هنا. وإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام وفي دمشق واضع يديه على أجنحة ملكين عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضع يديه على أجنحة ملكين كأنه خرج من ديماس عليه الصلاة والسلام وإذا طأطأ رأسه تحادر منه جمال اللؤلؤ ينزل عند صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام ويتجه إلى فلسطين ويجد أنهم قدموا رجلا ليصلي بهم. هذا وقع خلاف طويل بين العلماء من هو هذا الرجل فينظر فيرجع هذا الرجل ويقول تقدم يا نبي الله فيقول إمامكم منكم أتكرم لهذه الأمة إمامكم منكم. ما واجب الناس تجاه يعني الإمام المذهب المهدي؟ نعم. طيب سيأتي إن شاء الله. هذا الرجل في أصح أقوال العلماء بعد البحث أنه هو المهدي بعض العلماء يقول لا لكن ظهر لي أنا بعد التحري أن هذا الرجل هو المهدي. الشيخ ظهره مع عيسى هو لا قديم هو قبل عيسى هي قبل عيسى عليه الصلاة والسلام لكن خاض معارك كثيرة وآخر معركة خوضها رضي الله عنه هي المعركة التي تكون بين المسلمين وبين النصارى في القسطنطينية فيظهر الدجال يعلم هو الآن أن الدجال لن يقتله أحد إلا عيسى لكن يقاومه مقاومة وأشد الأمة على الدجال بنو تميم من هذه الأمة طبعا من أمة العرب المسلمين بنو تميم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول كيف أنت دكتور سؤالك يعني مواجب الأمة تجاه واجب العلامات اللي تخلي الناس تتبع هو بالنسبة للعلامات لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات إلا علامات عامة يقول عليه الصلاة والسلام يصلحه الله في ليلة من أهل بيتي. واختلف العلماء بمعنى يصلحه الله في ليلة هل يصلحه الله يعني يكون فاجرا فاسقا ويصلح في ليلة يستقيم أو أن الله عز وجل يصلحه للحكم في ليلة خلاف بين العلماء. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يملأ الأرض عدلا ونورا كما ملأ الظلم وجورا الأرض تكون ملؤة ظلما وجورا المقصود ظلم وجور بالنسبة لدين الله عز وجل وبالنسبة للمسلمين. وشيخه رحمه الله الشيخ العثيمين قبل أن أتيه أنا بسنوات وفي الكتب القديمة قبل أن أتيه بسنوات رحمه الله أنا أتيت الشيخ رحمه الله عام 9 أترد عليه ولازمته في نهاية 10 ملازمة رحمه الله حتى تخرجت من الجامعة. فكان يقول هذا أوان زمان المهدي هذا أوانه قبلي بسنوات كان يقول للطلاب ويقول للطلاب وكانوا يكتبون هذا الكلام عنه رحمه الله عندما رأى الظلم الذي حل بالمسلمين بفلسطين وبغيرهم بلاد العالم كيف لا أدرك أيامنا هذه أيضا. واجب المسلمين من عرفه آمن به ومن تطلع له أمره لكن بمجرد الأخبار أو مجرد الأوراق أو المنشورات أو الرسائل هذه المرهدة لا تنفع شيئا. هو
في الحديث التي وردت والقصص والأخبار عن بعض السلف أنه يجبر إجبارا بالخروج من المدينة إلى مكة ويجبره الناس على البيعة بين الحجر والمقام. نعم، بين الحجر الأسود والمقام يبايعه الناس في هذا المكان. فيأتي جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض سهلة ليست جبلية، يريدون طبعا هذا في حديث طبعا في صحيح مسلم يعود عائد بالبيت، هو العائد، هذا هو المهدي، العائد بالبيت هو المهدي، لكن ما سمه النبي صلى الله عليه وسلم المهدي ولا وصفه ولا قال هو المهدي. فإذا جاءوا هذا الجيش يريدون أن يغزوا الكعبة حتى يخرجوه، فحتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خصف بأولهم وآخرهم وأسواقهم. تسألوا عائشة رضي الله عنها كيف يخصف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم، في ناس يبيعون ويتاجرون ليسوا من هذا الجيش، فقال يخصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون عن نيته، يبعث عن نية، هذا الذي أتى من أجل غزو الكعبة هذا يبعث عن نيته، وذاك الذي يتاجر ويبيع ويشتري ما له علاقة بهذا يبعث عن نيته تجارة. نعم، يبعث عن نيته. نعم، فيبيعه الناس وبعدها يبدأ أداء العمل. طبعا أكثر من توسع فيه من المتقدمين نعيم بن حمد الخزاعي شيخ البخاري في كتاب الفتن، لكن الكتاب لا يعتمد عليه، يعني بعضها سبحان الله كانها يعني أشبه ما تكون، طبعا مين صحيحة بعضها، كثير منها مو صحيح، أنه أصلا فيه ضعف، نفس نعيم بن حمد الراوي نفسه فيه ضعف وليس متفق على ضعفه لكن فيه ضعف. نعم، و من هذا المتقدمين، يعني بعض الكلام الذي يقوله كأنه تنبؤات، سبحان الله عجيبة يعني، وتقع بعضهم يقول هذا من دلائل صحة يعني المرويات، والله أعلم هذا. ومن المتأخرين محمد إسماعيل المقدم، هو المقدم الشيخ المصري معروف له كتاب المهدي، وإن كان يعني كبير الحجم لكنه لا لم يستوعب كل ما جاء عن المهدي، لم يستوعب كل ما جاء عن المهدي، هو كبير جدا الحجم وقرأته كاملا لكن لم يستوعب ما جاء عن المهدي. وهناك أيضا كتب أخرى أظن للشيخ التويجري رحمه الله كتاب عن المهدي وغيرها من الكتب الأخرى. واجب للمسلمين أن يؤازروه وينصروه، لا شك له البيعة الشرعية إذا ظهر حقا ثباتا، أما إذا لم يثبت فلا يجوز إنسان أن يتوهم أو يخرج إنسان ويقول أنا مهدي تعالوا بايعوني بهذه الطريقة. نعم، هذا لا يصح، وهذا ما فتن به بعض الموسومين بالصلاح، فتنوا ببعض الرؤى والمنامات وإلى آخره أن فلان هو المهدي، يعني يتصور لهم يمشون في طريق في الحج ويتوقف عندهم سيارة وينزل صاحبها فيقول أنت سوق محمد، فيقول نعم محمد عبد الله، فيقول نعم، يقول رأيت البارح وجهك هذا وقيل بأنك المهدي رأيتك في رؤيا، يسكت يذهب في مكة في حج، يعني يلتقون في مكان آخر كانوا مثلا بعرفة، يلتقون بمزدلفة برجل آخر لا يعرف الرجل هذا ولا يعرف هؤلاء، يقول اسمك محمد عبد الله، فيقول نعم، يقول رأيت البارحة في المنام أو قبل البارحة أو قبل الأسبوع رأيت أنك أنت المهدي، ففتنوا بهذا وكلموا الشيخ الألباني والشيخ بن باز والشيخ بن ثمين، قالوا لا ليس المهدي. لماذا؟ قالوا المهدي ما يخرج بهذه الطريقة، ليس المهدي، والمهدي لا يدعو لإقرار وإثبات يعني عند الناس أنه هو المهدي. نعم، والله أعلم. في ناس بتقول لك أنا رحنا حج في السنة الوتر، يعني أعتقد الناس أن هو المهدي ممكن يظهر في السنة الوتر، هذا لا أساس له من الصح. الحج في سنة وتر من أجل ربما يخرج المهدي، هذا لا أساس له من الصح، لا أساس له من الصح. هل سيظهر في الحج؟ ها؟ هل سيظهر في الحج يعني؟ كيف؟ هل ظهوره في وقت الحج؟ ما ثبت هذا، لا ما ثبت هذا. شيخ هو مكلف بغزوات بعد أن يبايع، لا هو مكلف الآن أن 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 يجاهد الكفار والمنافقين. سيذهب إلى بيت المقدس أول شيء. يجاهد، يبدأ بالأقرب، فالأقرب بالنسبة لمن يعادون الإسلام
يعدون أهل السنة والجماعة يجاهدهم الأقرب فالأقرب حتى ينتقل إلى عندما يعني يقاتل النصارى. نعم يكون في القصة الطينية. والذي ولد في الحديث أنه يتحالف مع النصارى ضد قوم لا يعرفون. أي هو نعم هو ما ورد بشخصه ولا باسمه لكن ورد أن الجيش نعم يكون يعني الجيش النصارى مع المسلمين يقاتلون عدوا ثم بعد ذلك يرفع صليبي الصليب فيقول مسلم ويقتله فيغدر النصارى فيأتونكم تحت 80 غاية كل غاية تحتها 12 أو الغاية هي الراية 12,000 مقاتل يعني مجموعهم 960,000 قرابة المليون إلى 40,000 يغدرون غدر فتقوم حتى ينتصر المسلمون فيها تدوم فترة طويلة جدا كما جاء. نعم الله أعلم. الله ينفع بكم يا أخوان. الله يجزاكم خير الجزاء. الله يحييك الله يجزاك خير سلمك الله يحييك الله يحييك أيها الأخوة الله يحييك 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 الله يحييك